خلينا نروح على التفاصيل او تفاصيل البطوله من اول يوم ابتدت حتى النهايه. وخلينا انا عايز اتكلم في ابتدي بتويته بتاعت مستر اجوستي بوش. يمكن انا بادئ بيها ليه؟ لان هذا هو الرجل المسؤول رقم واحد عن الفريق، وهو بيتكلم من منطلق هو كان في قلب الاحداث، وهو ما كتبش التويته دي بعد المباراه، كتبها تاني يوم بعد ما كان يعني كون رؤيه او كون تصور عام للي حصل في المباراه واللي حصل في البطوله كلها. خلينا اقراها لحضراتكم وبعد كده هروح على تعليقي على امور كتيره جدا جدا تخص هذه البطوله. مستر اجوستي قال باللغه العربيه، طبعا هترجم لحضراتكم، وكتبها على صفحته على تويتر باللغه الانجليزيه واحنا ترجمناها وجايبينها لحضراتكم باللغه العربيه. قال خساره صعبه في نهائي البطوله العربيه التي اقيمت في الكويت. دي التويته بتاعت مستر اجوستي ولكن مترجمه. خساره صعبه في نهائي البطوله العربيه التي اقيمت في الكويت، مبروك للفريق المضيف. طبعا احنا هنا بنقول برضو الف مبروك نادي الكويت الكويتي والشقيق، وبنبارك له على الفوز بالبطوله العربيه باول لقب يحصل عليه اي نادي كويتي. بنبارك له هنا من برنامج الابطال وقناه النادي الاهلي، بنقول للكويت الكويتي الف مبروك. نشعر انه تم اخذها بعيدا عنا، ولكن بالاضافه الى القاء اللوم على الاخرين، بين قوسين الحكام، اللجنه المنظمه، الخصوم، يجب ان نلقي نظره على الاخطاء التي ارتكبناها، بين قوسين ايضا نهايه الوقت والارتداد والتدريب. اذا تعلمنا من ذلك الاخطاء فسوف نعود اقوى من ذلك، انا متاكد هنرجع اقوى من ذلك، انا متاكد. كل ما يمكنني قوله هو ان لاعبينا واداريينا تركوا قلوبهم وروحهم في الملعب، وانا يعني وان معجبينا قد يفخرون بهم. انا فخور وشاكر لهم ايضا، دعنا نستمر في الدفع معا. هو فخور جدا باللعيبه والجمهور كمان بيقول لهم انتوا تفخروا بهذا الجيل. الشيء الاكثر اهميه، اريد ان اعرب عن امتناني للالاف من انصار الاهلي في الكويت، لقد كنتم مذهلين طوال البطوله. انا حقا حزين انه بعد جهودكم الكبير لم نتمكن من تقديم الكاس لكم. الى مشجعينا في مصر، شعرنا ايضا بدعمكم من المسافه، ونامل ان نشعر بذلك في صاله الالعاب الرياضيه وحول مصر. يلا يا اهلي. ده كان كلام مستر اجوستي النهارده بعد المباراه باقل من 24 ساعه، بعدما طبعا تسوق يعني خلاص تبلورت الرؤيه او قدامه، وكان طبعا فكر جيدا عن اسباب الخساره. طيب خلينا نروح ليه اللي قاله مستر اجوستي ونفصصه او نقوله هل ده ينطبق مع رؤيتنا ولا لا. اولا هتكلم على المحاور اللي اتكلم عليها اللي هي كانت خارجيه، وهو قصده تم اخذها بعيدا، يعني اخذت منا. الكلمه ليها معاني كثيره ويعني ولغويا هو مختار يعني كلمه دبلوماسيه وكلمه شيك الحقيقه، يعني هو في طبعه كده مستر اجوستي، يعني دامس الخلق في الملعب ويعني في العادي اختار كلمه حلوه، وده يعني المتعارف عليه. قال اخذت بعيدا، اخذت يعني اخذت منك. طيب خلينا نتكلم عن اول عنصر هو اتكلم عنه وهو الحكام. انا عندي تساؤل واحد فقط، لماذا البطوله العربيه في النسخه الماضيه اللي كانت في مصر في برج العرب كان في طاقمين حكام اجانب في الوقت لما كانت البطولة أو راحت البطولة للكويت؟ خلي بالكم من سنة كان في أزمة كورونا، وكان الحكام مجيئهم لمصر صعب، مش عشان مصر ولكن الأزمة العالمية، وتذاكر الطيران والرحلات كانت قليلة جدا، ومع ذلك الاتحاد العربي كان مسؤول عن ذلك وكان لازم يضمن وجود حكام أجانب، ولكن في بطولة الكويت ما كانش فيه حكام أجانب، وهنا علامة استفهام كبيرة جدا، بالرغم ان احنا السنه اللي فاتت اشدنا بالطاقم التحكيمي الاجنبي، والتجربه اتعممت في الدوري المصري وجاء حكام اجانب، وبناء عليه بدا يظهر شغل النادي الاهلي وبدات تظهر البطولات. انا اسف ما بربطش حاجه بحاجه، بس في وجود تحكيم فير المتميز واللي بيتعب واللي بيجتهد واللي بيشتغل في الملعب بيكسب، وده اللي كنا بنقوله السنه اللي فاتت، وكان الناس بتقول يعني انت عايز حكام اجانب يا كابتن هيثم وليه؟ لا، هو الكلام واضح، وجود حكام اجانب ده بيضمن ليك ان انت تاخد حقك. يا سيدي ممكن يبقى الحق مش معايا، بس في الاخر يبقى الحق ويبقى مسطره واحده بالظبط. ليه؟ ادي اول علامه استفهام. والكل انا اول يوم في البطوله ما رضاش نتكلم في ده، عدم وجود حكام اجانب دي كانت علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه انا هتكلم على افضل في الحكام. الحكام يمكن في المباريات السابقة عشان كسبنا فكان في غلطات تحكيمية، ولكن الفرقة كانت بتترجم وبتصر وبتنتهي بالمكسب، فكل ده كان بيتقفل عليه. ولكن امبارح التحكيم غلط غلطة، الحكام غلطوا غلطة كلفتنا المباراة بالبطولة كلها.
وهو الفاول اللي حصل مع إيهاب أمين. إيهاب أمين قطع الكرة من نص الملعب، راح من الناحية اليمين سبيد دريبل، شال الكرة بيحط الكرة على المربع، أتى اللاعب تقريبا رقم 4 ضربه واضحة جدا. يعني احنا واحنا قاعدين قدام شاشات التلفزيون ما فيهاش شك 1% انها تو شوتس، ده ممكن يكون خطا متعمد كمان، ولكن لو هنمسيها مشيها رميتين. ولما وقع إيهاب أمين تم ضربه متعمدا من نفس اللاعب اللي خبطه وضيع منه الهجمه. والحكم راح حاسب على إيهاب أمين تكنيكال فاول، وراح 2 تكنيكال فاول مباراه يعني طرد. طيب انا هسال سؤال، اولا الكوره دي كلفتنا 5 نقاط، 5 نقاط بالظبط، رميتين والاستحواذ والرميتين، وتردد فينا ب3 بونت، الموضوع خلص او ترد فينا بباسكت يعني 4-5 بونت اللي هم خلصوا بيهم المباراه، صفاره واحده. ولو فكركم السنه اللي فاتت كان في كره زي دي معفوده، كان في كره زي دي معفوده وعمرو الجندي، والحكام الاجانب رجعوا للاي ار اس وصفروه على فوده بتكنيكال فاول. الحكم او الحكام امبارح طاقم التحكيم بالرغم من ذهاب إيهاب أمين وكل البنش وكل اللاعبين قالوا له ارجع للاي ار اس، بص على الكوره مش هتخسر حاجه، اتاكد من قرارك. يا سيدي احنا في ماتش نهائي، الناس بتقول له روح زي ما كان في كوره قبليها اوت سايد وكانت للاهلي واضحه، راح للاي ار اس لطاقم الحكام عشان يتاكد ان هي مش للكويتي الكويتي. يعني انت بتروح للاي ار اس عشان لو في مصلحه الخصم، لو ما مش مصلحة الخصم، أنا هنا ما بتكلمش على الكويت الكويتي، يعني احنا قلنا له مبروك وما فيش أي اعتراض، ولكن بتكلم على أداء التحكيم. أنت هنا رحت الأي آر إس تتأكد في كورة فيها شك للكويت الكويتي، ولما كان الشك ليا أنت ما رحتش للأي آر إس، بل أصريت على موقفك وطردت أحسن لاعب عربي من أرض الملعب، غيبته عن الآخر دقيقة ونص أو دقيقتين، أنت كده بقرار غير مفهوم. طب أقول لكم مفاجأة، الحكم السعودي رئيس طاقم التحكيم قابل اللعيبة في المطار النهارده واعتذر للاعبين، واعتذر ده ايه ده كابتن احمد الجرحي اللي كان بيقول مش انا اللي بقول، اعتذر للاعبين والجهاز الفني قال لهم انا غلطت في هذه الصفاره، ولكن خلاص البطوله راحت. ولكن انا بتكلم هنا على اللي حصل في الملعب، ما رحتش ليه ولا حاكم من الحكام الثلاثه قال لك ارجع للاي ار اس. إيهاب أمين معروف عنه انه نادر لما بياخد تكنيكال فاول، لما يحصل امبارح كده يبقى فيه ده طبعا مع التغاضي مع كميه العنف اللي كان في الملعب امبارح، عنف غير مسبوق ضد النادي الاهلي، والصفاره بتطلع، والصفاره بتطلع للنادي الاهلي بالعافيه. طب ليه؟ طب ليه يعني في الاول والاخر دي رياضه. طيب احنا اتكلمنا عن الحكام وقلنا اللي بيحصل، حكم السعودي رئيس طاقم التحكيم حكم للاهلي 4 مباريات، 4 مباريات في البطوله، هل يعقل حكم واحد يحكم لك 4 مباريات؟ بالرغم من الكومنتات والاعتراضات المستمره كانت على الحكم السعودي اللي بنكن له كل الاحترام، كل الاحترام، ولكن احنا بنتكلم على اداء. الحكم هو عنصر ينتقد في الملعب عادي زيه زي اللاعب زي المدرب، مفيش اي مشكله خالص. في كل الاستوديوهات العالميه بقى في فقره للتحكيم، فمحدش يقول لي اصل ده حكم، لا يعني يتكلم عليه وينتقد عادي. الحكم السعودي حكم 4 مباريات بالرغم من اعتراض النادي الاهلي عليه اكتر من مره في الملعب، تم وضعه في الفاينل. طب كل الكلام ده يعني عايز انت اللعيب كلاعب لما يحس ان كل ده ضده وكل ده بيحصل، ما علينا. هنروح بقى على الخطوه اللي تانية، الحاجه الثانيه اللي بينت ان في تربص مش بس بالنادي الاهلي، وفي يعني موجه شديده ضد النادي الاهلي، لا وضد جمهوره كمان. لما نلاقي النهارده مباريات النادي الاهلي كلها بتتعمل الساعه 2 في اثناء وسط الاسبوع والساعه 12 و2 في وقت الدوام والعمل لجمهور النادي الاهلي، ده برضو عليه علامات استفهام. وكانت المباريات كانت ببلاش، يعني لما كانت المباريات بتلعب وقت الشغل كانت ببلاش عشان جمهور النادي الاهلي كان اللعيب الجمهور يعني بياخد اجازه، الاول والاخر ده شاب، جمهور النادي الاهلي ده شاب متغرب عشان يشتغل وعشان يعني يفتح بيته، فهو راجل عنده شغل. في ناس كتيره او مجموعه من الجمهور انا عارف خدوا اجازات وخلوا اجازاتهم بدل ما يقضوها مع اهاليهم قضوها مع الفرقه في بيشجعوا في الملعب. في اول المباراه كانت ببلاش، لما بدا الجمهور يجيب جزاره وكثافه خلوها بدينار، بعد كده ماتش اللي قبل النهائي خلوها ب4 دينار. خلينا اقول لكم ال4 دينار كانت في دور الثمانية، نصف النهائي كانت 8، النهائي الفاينل كان 20 دينار. انا عايز اقول لكم الدينار ب70 جنيه تقريبا، يعني صححوا لي لو انا غلطان، حاجه و60 جنيه قول لي 70، فانت بتتكلم النهارده الماتش الفاينل ب20 دينار، يعني انت بتتكلم
1200 حاجة و70 و50 و60 جنيه رقم لا يتحمله شاب في مقتبل حياته انه يروح يلعب ماتش في الوقت اللي الديربي الكويتي لكرة القدم كان في نفس اليوم بخمسة دينار. ديربي الكويت لكرة القدم كان معمول بخمسة دينار، يبقى هنا في تعمد ان جمهور الاهلي يصعبوا عليه الموضوع وما يجيش. لما لقوا الجمهور بيجي بغزافة بغزارة وبيسالد فرقته كأن الملعب في مصر. هنا انا الحقيقة ما شفتش ده قبل كده، يعني ان انا اخلي تذكره ب 20 دينار. طب ما كل البطولات اللي قبل كده كانت دخول المباريات ببلاش، حتى في مصر هنا برج العرب لكل الجنسيات. ماتش بطوله، انا عارف انا بقول ايه، البطوله اللي فاتت في برج العرب كانت دخول مجانا لكل الجماهير، ما فيش اي مشكله خالص. فانت دلوقتي بتحطها لي بفلوس وفلوس كتيره، لولا رجال الاعمال الاهلاويه اللي في الكويت تكفلوا ب دخول الجماهير واشتروا التذاكر ودوها للجماهير، الحقيقه كان هيبقى في صعوبه لدخول الجماهير، وانا متاكد انهم كانوا هيدفعوا برضه، ولكن كانوا بيسهلوا المهمه عن الشباب دول اللي انا من هنا بشكرهم واجي لهم الشكر الحقيقه على وقفتهم، وده مش غريب على جماهير النادي الاهلي المحبه والداعمه للنادي. فالنهارده انا بتكلم على صعوبات اتحطت للفريق وصعوبات اتحطت للجمهور، ويبدو ان الشعار ان الاهلي ما وصلش فاينل، ولما وصل فاينل يبدو الشعار انه ده بتكلم على اللجنه المنظمه. أنا بتكلم عن اللجنة المنظمة. طيب أين دور الاتحاد العربي هنا؟ هو أنا لما بدي تنظيم البطولة لأي جهة ما أنا كاتحاد خلاص غسلت إيدي وشلتها ماليش دعوة؟ الاتحاد العربي مسؤول عن كل اللي بيحصل. ولازم كان الاتحاد العربي يتدخل. يتدخل الاتحاد العربي لأنه شريك في كل حاجة، إزاي الاتحاد العربي شاف ده وخرج علينا بتويتر يا جماعة تجيبوها؟ قال يا جماعة أنا غير مسؤول عن ثمن التذاكر، اللجنة المنظمة هي المسؤولة وسنراعي ذلك في الاشتراطات بتاعة التنظيم البطولات القادمة. طب فين الحل؟ فين الحل؟ هنا أنت حليت عملت إيه؟ يعني أنت بتقول أه التذاكر غالية، أنت بتعترف ضمنيا في التويتر بتاعتك على صفحتك الرسمية كاتحاد عربي إن التذاكر غالية، وبتعترف إن دي ما اتحطتش في شروط التنظيم، وبتقول المرة الجاية أنا هاخد بالي. طب أنا استفدت إيه كجمهور النادي الأهلي النهاردة لما ألاقي العقوبات دي وأبقى مش قادر؟ أنا بسميها عقوبات يعني، أو عقبات، بلاش عقوبات، بسميها عقبات، إن أنت راجل أنا مش قادر أخش جوه الصالة. ومع ذلك جمهور الاهلي كان بيشجع بكل 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 يعني اقول ايه، بس جمهور الاهلي كان بيشجع بكل احترافيه وبكل ذوق، ويعني اغاني جميله ودخلات يعني خلت شكل الملعب حلو. طيب الجمهور اللبناني قابل، ما الجمهور اللبناني كان بيأزر نادي الرياضي وكان بيأزر بيروت اللبناني، هل حصل الصعوبات دي مع الجمهور اللبناني؟ للاسف لا. غلوا التذاكر طبعا، انا ما بقولش لا، بس احنا يمكن عشان وصلنا فاينل فخدنا مشكله ال 20 دينار اللي حصلت. 20 دينار في ذا فاينل بطوله عربيه كره سله، الحقيقه انا لعبت ياما بطولات عربيه، الحقيقه كان كل الدخول طول عمرها الدخول مجانا. طيب هنروح بعد كده عشان ايه يعني نتكلم عن الاتحاد العربي واللي قاله، طبعا دي احنا حددناه وقلنا الاتحاد العربي للاسف يعني وقف متفرجا على كل ما يحدث، وعدم استخدام حكام اجانب برضه مسؤوليه الاتحاد العربي. طيب مستر اجوستي، اروح للجزء الثاني، يمكن مستر اجوستي اتكلم عن كل الامور اللي خارج ارادتنا، احنا نتكلم هنا باريحيه شويه، يمكن مستر اجوستي مش هيقول الكلام ده، بس احنا نقدر نقوله ونقدر نتكلم عنه عادي. ولكن هتكلم عن الاخطاء اللي مستر اجوستي اتكلم عنها، ولكن مش معنى ان عندي اخطاء في الملعب ان انت تعاقبني، انت مالك بمستوايا؟ انت كتحكيم مالك بمستوايا؟ انا جليت 14 فاول شوت، جليت 3 بونت، جليت، انت مالك؟ انا وصلت للاخر انا اللي هكسب. طب ما احنا لو مسكنا الفرقه الثانيه، طب ما الفرقه الثانيه احنا 13 بونت وكانت سيئه جدا، هو احنا بنشوف مين اللي ملهاش علاقه؟ انت مالكش دعوه بلون التيشيرت كحكم، ومالكش دعوه النتيجه كام، مفيش احتواء في الباسكت، مفيش احتواء في الباسكت، اللي اعرفه دي ماتشات على مستوى عالي مفيش احتواء. فهو بانت الدنيا بعد اللي تشوفه تحسبه، يعني اللي تشوفه في المباراه تحسبه. واللي انا عايز اقوله يعني انه يعني 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 انت مالكش دعوه بمستواي، انا كره ايهاب امين دي هوب هوب كنا 5 بونت وخلاص، فاضل دقيقه ونص شكرا، ولا اقل من دقيقه كان خلاص شكرا. ومش كده بس، طردت لي احسن لعيب اللي في الاوقات المهمه هو اللي بيخلص لي الدنيا، يعني ازاي؟ طيب اللي عايز اقوله لكم يعني يكفي اللي احنا قلناه، وده يعني تلخيص لكل حاجه. انا مش عايز يعني في مواقف صغيره بس مش عايز اقف فيها، وكور في الملعب مش عايز اقف فيها، وكور اتصفرت وما اتصفرتش، بس دي احنا عايزين حلقتين عشان نتكلم فيهم. ولكن يكفي ان كابتن احمد الجرحي صرح للمقربين ان الحكم السعودي طبعا اللي بنكن له كل احترام، ولكن احنا بنتكلم على اداء الراجل، حس بالخطا اللي حصل في الملعب وان الخطا ده كان سبب لفوز الكويت الكويتي ووصل بينا لكده. وعايز اقول حاجه يا جماعه، بس احنا ما بنقولش ولا بنعلق
شماعه ولا بنقول اخطاء، احنا بنقول واقع حصل في الملعب، واقع حصل في الملعب. مستر اجوستي قال في جزء علينا وجزء على الخارجي، اللي عليا انا كفيل بيه هعالجه وهنشتغل عليه وهيبقى احسن ان شاء الله، انما اللي جزء اللي مش عليا هي دي النقطه. انت مالك يعني ما هو يا جماعه مش كل الماتشات اللي اكسبها هبقى ما عنديش غلطه، ما في اوقات كتيره جدا بتبقى وحش وبتكسب عادي، يعني لما يبقى في تحكيم كويس. ياما فرق كتيره جدا كانت كويسه وخسرت، وفرق كويسه وكسبت بس مش بالتحكيم. فانت ما تبصش على النتيجه، نتمنى نتمنى البطولات العربيه القادمه كل ده يتخذ في الاعتبار، نتمنى اللجان المنظمه يبقى الموضوع فيه فير، يعني ويبقى الموضوع متساب بشكل الاكفأ هو اللي يفوز بدون يعني اي امور ثانيه او امور ممكن تهدد او ايه تخلي البطوله الشفافيه تبقاش موجوده. طيب احنا كده يعني الحقيقه غطينا كل ما يتعلق بالبطوله العربيه، واتمنى ان انا كل لما بتلكوا الدنيا بشكل يعني واضح. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى نكمل بقيه اخبارنا في الحلقه ولكن بعد الفاصل.